حبايبي كرام، السلام عليكم، معكم الشيخ عباس البخاري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء يكون مزيان وفي صحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها لواحد البسكوي مازارا. ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه ديالو، ولكن بقى الله يخلي لكم قد تبعوا التعليمات مزيان، الله يجازيكم بالخير. يعني اي حاجه الا غلطوا فيها غير شويه راه كتجي صعيبه. هنايا بغيت ننبأ الطلب لبعض الأصدقاء، وكنتمنى إن شاء الله تلاحظوا تشوفوا الطريقة مزيان، والله يجازيكم الخير. نزلوا دابا ني تعملوا لايك للفيديو، الله يجازيكم الخير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة إن شاء الله وتشوفوا الطريقة مزيان، وأنا معكم إن شاء الله. يلا ندوزوا للطريقة التحضير إن شاء الله. وانتم دابا المقادير ديالنا ديال هذا البسكوي مازارا، ولكن ان شاء الله كما كتلاحظوا راه اي مكسر تعملوه في هذا البسكوي مازارا، يعني تعملوه باللوز ولا بالنوازيت ولا بالقرقاع ولا باش ما حبيتي ولا بالكاجو، يعني كتحمر كتسخن واحد شويه في الفران. يعني انا غادي نعمل هنايا واحد شويه ديال القرقاع، هذا القرقع هذا راه سخنته شي شويه في المقله، علاش؟ باش كيجي كيتهرس لنا بحال هكا، كيجي ساهل، هانتم كيجي ساهل التهرس. يعني غير نسخنوه شويه في المقله ولا في الفران، غير كندوزو عندك يا اما كيف جميع المكسرات خصكم تحمروهم في الفران. اللوز خصو يتحمر شي شويه، ولا مثلا بغيتو تطحنوه عاوتاني اللوز يكون مطحون طحنوه مزيان، ولا كيسميتو البندق يعني النوازيت حتى هو مثلا، ولا بحال هاد القرقع حتى هو طحنو مزيان يعني، وعاد يمكن لينا نعملوه مع هاد البسكوي هذا. وهنا كما كتلاحظوا هنايا هاد، وهنا دابا ان شاء الله غادي ندوزو المقادير اللي عندنا. كما كتلاحظوا عندي هنايا 300 غرام ديال بلوندوف، يعني بياض البيض، الزيت ديال البيض. عندي هنايا السكر 300 غرام، عندي هنايا القرقع هنايا 300 غرام، يعني كلهم عبار واحد. هنايا غادي هذا غادي نكسروه واحد شويه، غادي نهرسو هنايا، ما غاديش نهرسو بزاف، خلينا شويه غير بحال هكذا، هي هو ساهل في التهرس غير بحال هكذا. هما دابا علاش ما بغيتش انا نهرسو ونوري لكم مهرس، ولكن نوريكم كيفاش. صافي بحال هكذا، هانتوما خصو يكون بحال هكذا. وهنا دابا ان شاء الله غادي نشوفو الطريقه باش غادي نطلعو هاد البلوندوف هذا. بسم الله، هاد السكر هذا هاد السنيده غادي نخليوها حتى نطلعوا هاد بلوندوف ديالنا ان شاء الله، ونولي معكم باش على حسب الصدع. هانتوما هانتوما كما كتلاحظوا هو كيطلع يعني بحال الثلج ولا بحال هكذا، كيكون مزيان. هانتوما شفتوا كيفاش عامل، خصو بحال هكذا يكون. ودابا عاد بقى نضيفو السكر شويه بشويه. وهنا بقى ندخلو هذاك السكر الا كان تلاه هنايا في الجناب، ندخلوه لداخل باش يتخلط لنا مع هاد البلوندوف. ولا كان عندكم باتور صغير
يعني ديال باش كتعجنو كتطلعو به كريم هذاك احسن. دابا هذا هو المارينغ ديالنا كما كتلاحظوا. دابا كما كتلاحظوا انتما شوفوا القوام ديالو كيف عامل، يعني بحال هكا خصو يطلع. ها هنا دابا ان شاء الله غادي نعمل هاد المكسرات، يعني كما قلت لكم مكسرات كيف ما حبيتو تعملوا مكسرات اللي بغيتو. هنايا كنخلطوا شويه بشويه بحال هكذا حتى نعرفوا بان ما خلطنا هاد المكسرات ديالنا. وراه كيجي ساهل شويه الخدمه، راه ماشي صعيب، شويه ديال التركيز وصافي. وهنايا انا غادي نعمل جوج ديال لي سيركل، غادي نعمل واحد ديال 26 على 26 وواحد 18 على 18. وإلا عندكم ديال 30 على 40 عملوا 30 على 40. وها كيفاش غادي تعملوا، تعملوا واحد اللاطة بحال هكذا وتعملوا واحد البابي بويسو من تحت بحال هكذا، وغادي نعملوا فيه هاد البسكوي ديالنا. وهنا اللي ما عندهاش هاد سباتول بحال هكذا كودي تستعمل شي ملعقة ولا بحال هكذا. ملعقة بحال هكذا هانتوما باش تجيكم ساهلة هانتوما. وانتم دابا كما كتلاحظوا دابا ان شاء الله غادي نديها الفرن، وغادي ملي طيب ان شاء الله غادي نشوفوا الشكل ديالها النهائي ان شاء الله. كما كتلاحظوا هذا هو جينواز ديالنا مزارة او بسكوي مزارة حتى نحتاجوه ان شاء الله. وغادي نعملوا واحد لاطارت ان شاء الله، وحده تكون في هذا الحجم وحده في هذا الحجم هذا ان شاء الله. وغادي نعملو فيديو ديالو خاص، فيديو موالي ان شاء الله، وغادي نشوفو الطريقه كيفاش كتمشي. وان شاء الله ما تنساوش اللايك الفيديو وتدعموا هذا القناه هذه. ودابا كما كتلاحظوا دابا وصلنا لنهايه الحلقه ان شاء الله، حتى الحلقه المواليه ان شاء الله وغادي نشوفو الطريقه ديال لاطارت ديالنا ولا طرونج ولا اي حاجه نعملوا به ان شاء الله. غادي نشاهدوا جميع، وديك الساعه كما قلت لكم هذا غادي نبقى نخليه لكم دائما في صندوق الوصف. اللي كيبغي يخدم به دخل صندوق الوصف غادي تلقاه بلا ما تبقى تقلب عليه. دابا ان شاء الله خليتكم فرحة الله، والى اللقاء في حلقه القادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.